السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير وجمعتكم مباركة إن شاء الله. البحرية الأمريكية، استخدمنا ذخائر ب1.16 مليار بمواجهة الحوثيين، وإلى التفاصيل. كشف موقع أمريكي عن كلفة الذخائر التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة قوات صنعاء في البحر الأحمر حتى منتصف يوليو الماضي. وقال موقع بيزنس إنزايدر عن متحدث باسم البحرية الأمريكية قوله إن مجموعة حاملة الطائرات آيزنهاور وعدد قليل من السفن الحربية الأخرى التي قضت أشهرا في قتال الحوثيين بالبحر الأحمر وما حوله أطلقت ذخائر بقيمة 1.16 مليار دولار خلال عمليات قتالية نشطة. وأكد التقرير أن هذا الرقم الذي لم يكشف عنه من قبل يغطي التكلفة الإجمالية ل 770 ذخيرة أطلقتها مجموعة حاملة الطائرات آيزنهاور في الفترة من 7 أكتوبر إلى منتصف يوليو، ويسلط الضوء على التكلفة المالية الكبيرة لمهمة أمريكا المستمرة ضد الحوثيين حسب الموقع. وقال المتحدث إنه تم استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة من قبل مجموعة حاملة الطائرات بما في ذلك الطائرات وكذلك السفن العاملة مع المجموعة وأيضا العاملة بشكل مستقل. وذكر التقرير أن هذه الأسلحة تشمل صواريخ أرض جو وصواريخ هجومية برية وصواريخ جو جو وأسلحة جو أرض. وأشار التقرير إلى أنه في إبريل الماضي أعلن وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو أن القوات البحرية الأمريكية أطلقت بالفعل ذخائر بقيمة مليار دولار تقريبا، وأوضح أن الرقم الجديد 1.16 مليار دولار يعني أن البحرية أطلقت ذخائر تصل قيمتها إلى نحو 160 مليون دولار في الفترة من منتصف إبريل إلى منتصف يوليو. ولا تشمل هذه الأرقام تكاليف تشغيل السفن الحربية والطلعات الجوية والعمليات اللوجستية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.